السلام عليكم المتتبعين الاعزاء والمتتبعات العزيزات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده. عيدكم مبارك سعيد بالصحه والسلامه والعافيه والهنا ان شاء الله يا رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم يا رب العالمين. السلام عليكم امازيغنين وثيمازيغين، اريفيين تريفيين، ماني مهجل. تمني ان شاء الله يا ربي اتيرين بخير وعلى خير وصحتنو ورتاتيري مليح. عيدكم مبروك، تعيدوا وتعاودوا صحة الدرهنا ان شاء الله يا رب العالمين. هذه قبر ربي الزينه تزيهم يا رب العالمين وزي جميع الامه الاسلاميه يا رب العالمين. كنرحب بكم جميعا في هذا الفيديو وكنقول مبارك لكم العيد، وكنتمنى ان شاء الله تدخل عليكم الفرحه في هذا العيد لانه العيد فرحه كما قالنا سيد النبي عليه افضل الصلاه والسلام، للصائم فرحتان، فرحه حين فطره وفرحه حين يلقى ربه. الله سبحانه وتعالى وجب علينا اننا نفرحوا في العيد ونفرحوا بالفطر ونفرحوا باننا دوزنا 30 يوم ولا 29 يوم، المهم شهر من الصيام. الحمد لله شهر الصيام شهر البركه، شهر الغفران، شهر التوبه. الحمد لله والشكر لله، والرجاء ديالنا دائما من بعد رمضان انه كيكون القلب ديالنا معلق بالله سبحانه وتعالى بين الرجاء والخوف، لاننا دائما ولو اننا الحمد لله درنا اللي مستطع اللي استطعنا ليه، والله سبحانه وتعالى عاننا اننا صمنا رمضان وصلينا الحمد لله، يعني درنا القيام، درنا صلاه التراويح، اللهم لك الحمد، الله يتقبل من الجميع. ولكن يبقى هذا انه دائما نترجوا الله سبحانه وتعالى ونخافوا اننا كنا مقصرين، حنا ديما مقصرين، ونخافوا الله سبحانه وتعالى ونترجوا الله سبحانه وتعالى انه يقبل منا ويعفو علينا. كانوا الصحابه رضوان الله عليهم ملي كيدوز رمضان دائما كيبقاو 6 شهور الاولى هما كيبقاو يدعيو الله سبحانه وتعالى يقولوا له تقبل منا رمضان يا ربي، تكون تقبلتي منا رمضان يا ربي، تكون عتقتينا من النار. منين كتدخل 6 شهور الثانيه كيبداو يدعيو باش الله سبحانه وتعالى يبلغهم رمضان الجاي ان شاء الله يا رب العالمين. والله يجعلنا حتى حنايا ان شاء الله نكونوا بحالهم ونمشيو على الخطى ديال سيد النبي والصحابه رضي الله عنهم اجمعين يا رب العالمين. وخصنا يعني هذا النهار انا حاله استثنائيه ما شاركتش معكم الطبله ديال العيد والطبله ديال الشهيوات، ولكن حنا انا بغيت يكون داك الشيء الغذاء الروحي. انا بغيت نهضر معكم باش يعني كنذكر نفسي اولا ونشارك معكم، لانه خصنا الغذاء الروحي اكثر من الغذاء يعني الشهوه ديال البطن ديالنا، ولكن خصنا الغذاء الروحي، نركزوا على هذا الغذاء الروحي لانه كنغفلوا عليه بزاف. نغذيو النفس ديالنا بالحوايج الزوينين، تكون المسامحة، يكون التواصل، يكون التراحم، يكون صلة الرحم، يكون العفو. كيفاش حنايا كنوقفوا ما بين يدينا الله سبحانه وتعالى، كنطلبوا منه كنقول له اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. الله سبحانه وتعالى عفو غفور، ولكن حتى حنايا الله سبحانه وتعالى راه مطالع على القلوب ديالنا، خاص حتى حنايا تكون القلوب ديالنا رحيمة، تكون القلوب ديالنا عفوة. وحنايا ما كنعفوش مثلا في ابسط الامور كنوقفوا ما بين يدي الله سبحانه وتعالى وكنطلبوا منا العفو. الله سبحانه وتعالى راه كيجازي على القلوب ديالنا، وخصنا وهذه مناسبة ديال رمضان اننا كنتعلموا فيها الصبر، الصبر يعني على الطاعة والصبر على المعصية. ما كناكلوش يعني كنشدوا راسنا اننا نصوموا، وكنشدوا راسنا على الشهوات ديالنا ديال الدنيا، واي كنجاهدوا النفس ديالنا على الطاعه. يعني هادو كله هاد رمضان يعني تربيه للنفوس، خصنا نبقاو هكاك من بعد رمضان ان شاء الله، يعني تكون النفس ديالنا متربيه، نروضوها كي كنقولوا يعني ترويض النفس.
كنتمنى ان شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم. ويعني الانسان خاص دائما يغذي النفس ديالو اولا عاد يغذي الكرش ديالو. والحمد لله يعني انا ما كنعيبش على اللي كيديروا الاكل وشعركم على الطبالي ما شاء الله تبارك الله الله يبارك الحمد لله. حتى انا كنتفرج فيهم حتى انا كنشجعهم حتى انا كيعجبوني، ولكن انا كخديجة يعني قررت انني في هذه المناسبات العظيمة ديال الله سبحانه وتعالى ما نديرش لا في العيد ولا في رمضان ما نديرش الاكل. يعني من بعد مرة اخرى ان شاء الله نشارك معكم شي حاجة درتها ديال شي شهيوة، ولا حنا ماشي كناكلو غير في رمضان وكناكلو غير في العيد. والحمد لله يعني الانسان اللهم لك الحمد يعني كما كنشوف الناس الحمد لله مازال كاين الخير اللهم لك الحمد. يعني كما كنشوف انا كنشوف المحيط اللي ساكنة فيه حنايا كلنا مساكين الحمد لله، ولكن اللهم لك الحمد يعني يعني المسلم كيتفقد الاخ ديال المسلم مش حال ديال داروا الناس ديال القفاف الله يتقبلها ويجعلها في ميزان حسناتهم شحال داروا ديال الحسنات. يعني الحمد لله كل واحد الخير ديالو في دارو، اللي ما عطاش كثير عطى القليل الحمد لله. يعني اللهم لك الحمد. نقولوا راه يمكن الناس راه كنسمعوا الا كاينين عاد الناس يعني ما لقاوش ما داروش، ولكن انا كنهضر على حساب يعني البلاصه اللي كنسكن فيها. يعني الحمد لله كنلقى اللهم لك الحمد راه اي واحد المسلم كيقسم مع خوه المسلم داك الشيء اللي عنده والحمد لله الله يتقبل من الجميع والله يجعلنا مساكين كاملين حنا معاهم مساكين. الله الرسول عليه افضل الصلاه والسلام كان كيقول اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واجعلني في وابعثني ولا واجعلني في زمرة المساكين. يعني الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم بالعظمة دياله كان كيبغي يتعاشر مع المساكين، والله يجعلنا كاملين من المساكين يا رب العالمين. كما قلت يعني خاصنا نركزوا في هذا الشيء يعني المناسبه ديال العيد الحمد لله اننا خاصنا نركزوا على الحوايج اللي تقربنا من الله سبحانه وتعالى، العفو الصدقه يعني التسامح الود صله الرحم، المهم يعني الحوايج اللي فيهم الاجر الحوايج اللي يصفيو لنا القلوب ديالنا. ما نشدوش على شي حاجه اللي تافهه نبقاو نشدو مثلا مع يعني مع اي واحد. والحمد لله يعني انه جاء العيد في واحد الجو كانت العجاج، ولكن الله سبحانه وتعالى لطف لينا الجو في العيد الحمد لله ولله الحمد. الله رحيم بينا وكنتمنى ان شاء الله دوم علينا دوام الصحة والعافية، والله سبحانه وتعالى يعود علينا رمضان يا رب العالمين أعواما عديدة وأزمنة مديدة يا رب العالمين، ويعتق رقابنا من النار يا رب العالمين. هنايا المهم أنا جيت نقدم لكم التحية ونتمنى لكم الخير ونبارك لكم العيد. ويا ربي ان شاء الله كنتمنى يا رب العالمين اي واحد من المسلمين كيطلب شي خير ان شاء الله ولا في نفسه حاجه ان شاء الله يا رب العالمين يقضيها له. راه حتى هذه الايام ديال العيد ايام مباركه الانسان يطلب الله سبحانه وتعالى ويستنجد من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى شنو كيحب؟ كيحب العبد اللي كيستنجد به. حنا كنقولوا مثلا كاين بزاف ديال الناس كيقولوا ان استحيي انني نطلب الله سبحانه وتعالى جميع الامور لا واش انا نطلب، لا الله سبحانه وتعالى كيحب العبد الملحاح والعبد اللي ما كي دائما يعني عارف الحوائج ديالو راهم عند الله سبحانه وتعالى. راه واخا يكون البشر وصل في ما وصل ولكن القدره ديال الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء ولله الحمد انه الارزاق ديالنا. الحمد لله ونشكره الارزاق ديالنا عند الله، الصحه ديالنا عند الله، الخير ديالنا عند الله الحمد لله ليست بيد البشر. اللهم لك الحمد ولك الشكر ولا بيدنا حنايا نبقاو نقسموا غير بشويه بشويه. الله سبحانه وتعالى كريم 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 ويعني خزائنه ملأة، اللي طلبناها من الله سبحانه وتعالى يعطيها لنا. خصنا غير يكون عندنا اليقين في الله سبحانه وتعالى وخصنا نبقاو نطلبوا الخير، راه ماشي نطلبوا الحاجه ديال الشر ونقولوا الله سبحانه وتعالى ما استجبناش الدعاء. الله سبحانه وتعالى ما كيستاجبش انك تدعي الشر لخوك المسلم
ولا تدعي عليه الا المظلوم. المظلوم كيحتسب الاجر، يعني كيحتسب عند الله سبحانه وتعالى، دعوه المظلوم كتكون مستجابه. اما انا الانسان ما دار لي والو ندعي عليه، ولا يعني وقع شي سوء تفاهم وشي نقاش عادي ندعي عليه ونقول انني انا مظلومه ونقول راه غادي تخرج فيه الدعوه ديالي، راه هذيك غير كان وهم راسنا وكيدوخنا الشيطان وكيعبر عليه كيضحك علينا الشيطان والنفس ديالنا الاماره بالسوء. ولا مثلا كاين شي واحد اللي كيحلف على شي خير والله ما نعطي له هذاك، ولا والله ما ندير معاه الخير، راه الله سبحانه وتعالى اللي منعك من داك الاجر. راه ماشي حنايا، راه حنايا الله سبحانه وتعالى الا ما سخرناش نديرو شي خير راه والله ما نديروه، نطلبوا التسخير من الله سبحانه وتعالى. وسعداتك يا اللي كتدخل الفرحه على الناس، سواء الاخ ديالك ولا الاخت ديالك ولا الام ولا الجار ولا الاهل ولا الاحباب، ولا سعداتك يا اللي كتقدر تدخل الفرحه على الناس، والله العظيم عندك اجر عظيم. اي والله يدخل علينا الفرحه جميعا يا رب العالمين، والله يعيننا اننا ندخلوا الفرحه على خوتنا المسلمين يا رب العالمين، ولو بالكلمه الطيبه، ولو بالكلمه الطيبه، لان الكلمه الطيبه صدقه. يلا هنايا غادي نوصل معاكم النهايه ديال الفيديو ديالي، كثرت عليكم الهضره، ايوا سمعوا الفيديو كامل ما تخليوش في النص. يلا الى اللقاء، والله يعطيكم الخير، وان شاء الله تعيدوا وتعاودوا ان شاء الله يا رب العالمين بالصحه والسلامه والعافيه، والله يعتق رقابنا من النار يا رب العالمين.